العامة منين هالعالم عم تجيب مصاري؟ لك إذا جمعت كل شي معي ما بيطلعوا حق فردة كندرة. آخ هاد عمي. مرحبا عمي، شو هالنشاط هاد؟ الله يقويك. والله أنت وين ما بتكون بتقلب المكان جنة دغري. والله حرام اللي عم تعملوا فيني، يعني مستكتر علي يكون موظف وعندي راتب ثابت كمان وألبس طقم حلو وجرافة، ليش مو عاجبك؟ يعني بدل ما تبارك لي عمي. طقم وجرافة؟ إذا الحمار لبسوه ذهب وألماس رح يضل اسمه حمار. هذا مثل قديم؟ ليش ما بتعرفه؟ يعني قصدك أنا الحمار ما هيك عمي؟ أنت ما بدك يعني اشتغل وشوف حياتي، يعني معقولة أنت ما تفرح لي لأني لقيت شغل منيح؟ ما توقعتك أنك ما تبارك لي، بس على كل الله يسامحك. عمي أنا ما بيهون علي زعلك، ارضى عني، وإذا مو عاجبك شغلي هلأ بتركه وبرجع لعندك، بودي الأغراض على البيت وبرجع لعندك فورا. بابا أنا عملت لك شاي، تعال ارتاح شوي وبعدين بتكفي شغل. طمنيني كيفك مسعودة؟ يا نال كيفك؟ إن شاء الله أنت منيح. أي منيح، كيف بدي يكون؟ يعني مثل مجنون ليلى بس من غير ليلى، حالتي صعبة كتير. اصلا من دونك الحياه مو حلوه. يا الله صبرني على هالبني ادم. والله بغيابك حتى الورود يلي بالبيت صارت عم تدبل. عن جد عم تحكي دبلو؟ طبعا عم بحكي عن جد، لكن شوفك كذيني عم امزح. والله عتم قلبي من دونك، ما عم نام الليل وبضل فايق للصبح وما عم بعرف اكل، انا وحيد وما في اي حدا بيعبي مطرحك بالبيت. يا ريت لو تحسي فيني، كنت عرفتي هلا انا عن شو عم احكي وكنت بتقدري وضعي أكثر. صدقيني أنا بحبك وما حسيت أني بحبك إلا لما تركتي البيت ورحتي يا روحي. بس شو بدي أقول، يلا يمكن هذا هو قدري، حتى إذا ملاحظة لأني بعيد عنك عم ضل مريض وما عم طيب بالمرة مسعودة. أنت مريض؟ وشو هو مرضك؟ يمكن عم تهمل حالك، مو هيك؟ قلي ما عم تأكل منيح. خلص عم دبر حالي، يلا بشوفك بعدين، عندي شغل هلأ.